السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات وطلاب الثانوية العامة، كلنا في انتظار نتيجة الثانوية العامة. ربنا إن شاء رب العالمين مش هيضيع تعبكم ومجهودكم، إن شاء رب العالمين هانت خلاص النتيجة على الأبواب. النهاردة هنقول رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم جلوس من خلال موقع اليوم السابع. متابعين لأول مرة رجاء الاشتراك في قناة في زر الاشتراك. اليوم السابع يعلن نتيجة الثانوية العامة 2021 ظهر الثلاثاء 17 أغسطس الجاري الكترونيا، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته برقم جلوس مجانا. اليوم السابع يحصل على حق اعلان نتيجه الثانويه العامه 2021. وحصل اليوم السابع على حق اعلان نتيجه الثانويه العامه 2021 من وزاره التربيه والتعليم. لمتابعه نتيجه الثانويه العامه 2021 عبر الرابط، سنترك لكم الرابط في صندوق الوصف اسفل الفيديو. نتيجه الثانويه العامه 2021 التعليم تعقد مؤتمر الثلاثاء لاعلان النتيجه، وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021. وسوف يتواجد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 سيكون بشكل مختلف عن السنوات الماضية، خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد في الثانوية العامة، موضحة أنه لأول مرة سوف يعرف الطالب مستواه في المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته في كل مادة. نتيجة الثانوية العامة 2021 التعليم نسب النجاح قريب من الأعوام الماضية. وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال التي تسبق إعلان النتيجة، حيث تم ترتيب الأوائل وتجميع النتيجة وعمل الإحصاءات المطلوبة تمهيدا لإعلانات الثلاثاء المقبل في مؤتمر صحفي، مشيرة إلى أن نسب النجاح العام في النتيجة قريب من الأعوام الماضية، حيث من المتوقع أن تتخطى نسبة النجاح العامة 70%. فيما كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة اليوم السابع أن نسب النجاح والمؤشرات العامة وجميع الشعب العلمية مرتفعة، خاصة طلاب شعبة علم علوم، مشددة على أنه لم يحصل أي طالب على نسبة 100%، لافتا إلى أن نسب النجاح مرضية للجميع، ولكن المجاميع ليست مثل السنوات الماضية والارتفاع الكبير والجنوني في النسب العامة لمجاميع الطلبة. وتابعت المصادر أنه تم تطبيق معايير مختلفة أثناء التصحيح لضبط درجات الصعوبة في بعض الاختبارات خاصة في التي اشتكى منها الطلاب مثل اللغة العربية واللغة الألمانية، مشيرة إلى أن النتائج سوف تكشف عن مدى سيرة الطلاب للتقييم الجديد وهو الأهم في النتائج. بالنسبة للوزارة قائلة نتيجة الثانوية العامة هذا العام سوف تعبر بشكل حقيقي وتكشف عن حصيلة ما تعلمه الطلاب ومدى الاستفادة الحقيقية من تغيير أسلوب التقييم والأسئلة في الامتحانات. نتيجة الثانوية العامة 2020 تعليم قرابة 100,000 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات. وبالنسبة لدرجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة 2021 أكدت المصادر أنه قرابة 1,000 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات، وسيتم إضافتها إلى المجموع الكلي للطلاب، موضحة إلى أن البطولات التي حصل الطلاب فيها على درجات محلية وطبقا للقرار الوزارة المنظم للحافز الرياضي يحصل الطالب الفائز ببطولة الجمهورية والاتحاد الرياضي على 8 درجات المركز الأول و6 درجات المركز الثاني وخمس درجات المركز السادس وسادس درجات المركز الرابع. وشددت المصادر على أنه يتم إبلاغ مكتب التنسيق بدرجات الحافز الرياضي للطلاب، ويتم توقيع نتيجة الحافز الرياضي من السلطة المختصة سواء وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، لافتة إلى أن البطولات الرياضية تتم بشكل دقيق وشفاف دون أي مجاملات لأي طالب. نتيجة الثانوية العامة 2021 12 معلومة مهمة عن نتيجة ومواعيدها ومؤشرات النجاح. مؤشرات النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2021 مثل الأعوام الماضية. موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء 17 أغسطس الجاري لا تطبيق لدرجات الرأفة لنتيجة الثانوية العامة 2021. التغيير الجذري في نوعية وشكل الأسئلة وكذلك طرق التصحيح يتنافى مع الأفكار القديمة. لم تقوم الوزارة بإضافة 10% لدرجات الطلاب في نتيجة الثانوية العامة. تطبيق أساليب علمية حديثة لضبط مستويات الصعوبة. تطبيق معايير الجودة في كل البيانات الإلكترونية لضمان عدم وجود أي خطأ من أي نوع. تطبيق العقوبات على الطلاب الغشاشين بحجب نتائجهم. جاري استخراج المؤشرات العامة للنجاح وإعداد قاعدة بيانات. سيتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع الوزارة الرسمي. يوجد قرابة 360 طالبا سيتم حجب نتائج قرابة 360 بسبب الغش. تحافظ الوزارة على حقوق كل الطلاب وطلاب بالتقسيم الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة العام الماضي والعام الحالي لن ينافسوا على أي أماكن الجامعات، وفي نفس الوقت طالب التقسيم المجتهد سوف يأخذ حقه الطبيعي أيضا. متابعينا أتمنى التوفيق للطلاب وطالبات الثانوية العامة، وإذا أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة، وياريت يا جماعة نعمل لايك للفيديو عشان نوصل أكبر عدد ممكن من زملائكم في الثانوية العامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.